بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. الصوت واضح شباب؟ الصوت واضح. واضح، أوكي. والصورة واضحة ها؟ طيب، في هذه الحصة سنستعرض بعض الأمثلة على مين؟ على الموديل تاعت البوستلت اوف كونكشن اللي هم السبعه. احنا قلنا از ار تربيع ذا ريجولار اكس واي بلين ا موديل فور ذا ابوف اللي هم من بوستلت واحد الى سبعه. الجواب طبعا لا، لانه هون بوستلت سبعه بتقول لك سبيس كونتينز ات ليست فور نون كولينير. طبعا اربع نون كولينر تقدر تلاقي في الار تربيع، بس نون كوبلانر ما فيش، لانه اذا بتقول لي ار تربيع بلين واحد معناته ما قدرناش نلاقي نون كوبلانر بوينتس. طيب ناخذ لنا امثله عن كولينر. احنا قلنا مجموعه كولينر اذا قدرت تلاقي بلين يحوي كل عناصر المجموعة، وكوبلانر إذا قدرت تلاقي بلين كولينر تلاقي لاين، كوبلانر تلاقي بلين يحوي كل عناصر المجموعة. مش تقول لي والله كلهم إلا نقطة، لا بطلوا يصيروا كوبلانر. فالأمثلة هاي من 201 تست سيت if they are collinear or not، هل في عندي خط يحوي كل نقاط المجموعة أم لا؟ السؤال الحل يعني بنلاقي الخط الذي يحوي A B نقطتين يمر فيهم خط وبعوض الباقي في هذه في هذا الخط. الـ A B كمتجه، هذا رمز متجه، هو إحداثية B ناقص A 2 2 2، ب ناقص A 4 ناقص 2 2 و 6 ناقص 4 2 و 8 ناقص 6 2. هذا المفروض الفيكتور يوازي المتجه. هلا معادلة الخط الذي يوازي 2 2 2 بنحط في المقامات 2 2 2 اللي هو من هون جيات، وبعدين اكس ناقص احداثية النقطة. انا بشتغل على مين؟ على الخط الواصل بين A و B، فباخد يا A يا B، مش تاخد C اوعك، باخد يا A يا B. فانا ماخد A اكس ناقص 2 وواي ناقص 4 وزد ناقص 6. هاي معادلة الخط وهاي اشارة الخط المار بالنقطة A و B. طبعا اضرب الكل في 2 بتروح 2 من المقام، ثم ضيف 2 للبسط ل 2 و 2 و 2 بتصير هيك المعادله. هلا بعوض بالسي، هل الزيرو بتاع السي يساوي واي ناقص 2 اللي هي واي 2 والزد 4؟ هل هذه متساوي؟ هاي صح وهاي صح، اذا الجواب يس، يعني السي يقع على مين؟ على هذا الخط. وبالتالي الثلاث نقاط they are collinear. they are collinear. في اي تعليق شباب؟ اوكي. test if the points S و B و O C و D و E if they are coplanar. لاحظ ال A وال B وال C من اللي فوق جبتهم يعني كولينر، A و B و C كولينر.
الاي بي طلعناه بنطلع الاي دي. طبعا لو طلعت الاي سي وسويت لهم كروس برودكت بيطلع الجواب زيرو، لانه على نفس الخط فما استفدت. فبطلع اي بي مع اي دي، هيهم دي ناقص اي، هاي البوزيشن فيكتور 201، اي بي كروس اي دي هاي حطينا، وهاي الاي دي الكروس بتاعهم هيو. طبعا ممكن اطلع ناقص 4 اذا كان هذا المتجه عمودي على المستوى، طبعا الكروس برودكت يمثل عمودي عمين على مستوى اي بي واي دي الخطين معا، فلو قسمته على ناقص 4 يبقى عمودي للتبسيط. So 1 ناقص 2 is normal vector to the plane A و B و D، وبالتالي معادلة المستوى A B D هي 1، وين راحت؟ هي 1 هي ناقص 2 هي 1 هي ناقص 2 هي 1، واللي جوا نقطة تمر ب يا A يا B يا D، بحط واحدة منهم. أنا حطيت مين؟ خوف الله دي دي عشان كلها أصفار. ايه سهلة، وبالتالي بيطلع المستوى X زائد Z تساوي 2Y. هلا بعوض الدي، الدي المفروض تقع لأنه أنا حاطط ABD، يعني هون ما المفروض إنه يعوض، هي أوتوماتيك تقع. إذا A و B و C و D كوبلانر. طيب مين ضل؟ E، بعوض E، X 2 Y ناقص 1 Z 3، عوضهم محل ال X محل ال Y محل ال Z. هل هذا يساوي صفر؟ الجواب نو. So S is not coplanar. مع مين؟ مع الباقي، مع A و B و C D، هدول قاعدين في مستوى، وهاي معادلة المستوى. بينما الـ E نقطة، الـ S نقطة خارج هذا المستوى. فهاي طريقة احتساب كوبلانر وكولينير. So that the line L تساوي كذا كذا، هاي معادلة خط مستقيم للسيمتريك فورم، is a subset of the plane كذا كذا، يعني الخط قاعد بالمستوى قعود. طيب كيف لي ان اثبت؟ باخذ حيلا نقطة على الخط وبثبت هذه النقطة تقع وين؟ على المستوى. طبعا طريقة ثانية بالهندسة، إن وقعت نقطتين من الخط في المستوى كان الخط كله قاعد وين؟ في المستوى حسب البوستلت. إحنا أثبتنا قبل إنه الهندسة إقليدس الأرتكيب تحقق البوستلت من 1 لـ7 حسب البوستلت. بقول لك لو نقطتين مختلفتين من هذا الخط وقعوا في المستوى كان الخط كليا في المستوى. طيب a general point on the line L هي نقطة تحقق البارامتريك equations، سمي هاي كله T. إذا X تساوي T، الواي 2 زائد T، والزد 4 زائد T. هاي معادلة أي نقطة تقع على الخط. إحنا ما بدنا ندرس axioms وبوستلت جوفاء، بدنا نعرف كيف نطبق عليها. طيب هلا هاي معادلة أي نقطة تقع الخط، X تساوي T والT زائد 2 وZ تساوي T زائد 4، والT عدد حقيقي زي الزمن، غير الT بتتغير النقطة. هلا بعوض في معادلة المستوى، محل الإكس بحط T، محل الواي بحط T زائد 2، ومحل الزد بحط T زائد 4. هيا وبسطها شو بيطلع الجواب؟ زيرو. اذا
تحقق معادلة المستوى. أي نقطة على الخط تحقق معادلة المستوى، وبالتالي تقع على المستوى. إذا كل نقاط الخط معادلة جزئية منين؟ من المستوى. هاي إثبات السؤال. سؤال آخر بقول let L be a line، هاي symmetric equation للخط، والنقطة 2, 4, 6. شو السؤال؟ Find the plane gamma that contains L and P. بدي خط، بدي معادلة مستوى يحوي خط ونقطة. طبعا أخذنا نظرية بالهندسة إنه خط ونقطة مش على الخط، they determine a unique plane. طيب شو معادلته هذا البلين؟ بدي أطلع معادلته حتى أشوف النقاط بتعينه كيف شكلهم. طيب هلا متجه يوازي الخط كيف بوجده شباب؟ بين المقامات بتاعت السيمتريك فورم، يعني هاي المقام 2 محل الاي، وهاي الاربعة للجي، وهاي مقامها 1 للكي، هيا 2, 4, 1. هذا المتجه يوازي ال، ايوه طبعا يوازي ال. احنا ذكروا بال 201 نتعامل مع البوزيشن فيكتور، يعني الفيكتور حر، بقعد هون بقعد هون بقعد هون، فري فيكتور، فري من نقطة التأثير، بينما الخط خط ثابت. طيب هذا الخط، آسف، الفيكتور يوازي الخط. طيب هلا باخذ نقطة على الخط ولتكن 1 - 1 0، هيا تحقق معادلة الخط، حطهم كلهم اصفار، بصير الاكس 1 والواي ناقص 1 والزد 0. ايوه خذ النقطة بي، المتجه كيو بي هي بي ناقص كيو، اطرحهم 2 - 1 - 1، هيا، وأربعة ناقص ناقص 1 - 5. كيو بي، بي ناقص كيو، هيا 2 - 1 - 1، وين راحت بي كيو؟ كيو بي على فكرة كأنه في غلط في السؤال، كأنه في غلط في الحل، رجاء أعيدوه. كيو بي 2 - 1 - 1، هون طارح، أنا آسف، طارح بي من يو، هذا غلط، هذا غلط. إذا رجاء من الطلاب تظبيط الحل من هون. كيو بي هاي صح تساوي بي ناقص كيو، ولكن التعويض انا مش معوض صح، واضح؟ يعني لو بتحط لي اياه في الامتحان بحط لك 0، انما كيو بي، بي ناقص كيو، هاي كيو 2 - 1 - 1 4 - 1 - 5 و6 - 0 - 6، هاي كيو بي. اليو هيا هلا بسوي كروس برودكت، نظرا لانه هاي غلط كيو بي، اذا بيطلع هذا غلط، واضح؟ وبتكمل طبعا نورمال فيكتور، وبالتالي بتحسب معادله المستوى، واضح؟ اذا هون للاسف طبعا انا لا ازال انسان، والانسان معرض للخطا حتى لو كان دكتور، واضح؟ فبجوز لما محضر كان بالليل كان تعبان وكذا، فمخربط بين هذا يو متجه ومخربط بين النقطة كيو. فهذا رجاء اكسرسايز لكم، تعديل السؤال هذا اكسرسايز لكم. سؤال آخر، find the line of intersection of
the plane and the plane. بنعرف انه مستويين انتقاطعا بنقطة كان التقاطع عبارة عن خط. اوجد معادلة هذا الخط. تطبيق بسيطة. في تركين انك تجد نقطتين على خط التقاطع. كيف؟ حط زد تساوي صفر بالاول والثاني. لما تحط الزد صفر بصير اكس ناقص واي تساوي 4، وحط الزد صفر بالثاني 2 اكس زد واي تساوي 11. حل المعادلتين معا بيطلع الاكس عندك 5 والواي 1. الاكس 5 هيها والواي 1، وتنساش اني حطيت الزد صفر. فهاي نقطة على خط التقاطع تحقق المستوى الأول والمستوى الثاني. طيب بدنا نقطة أخرى تحقق برضو المستويين، فحط الزد مرة هاي واثنين مثلا. حط الزد تساوي اثنين. وحل المعادلات. الاكس 5 والواي 7. على فكرة هون ايضا في غلطة ثانية. هاي الاكس 5 وهي الواي 7، ولكن الزد انا حطيتها قديه؟ 2 مو 1. واضح؟ اذا هاي 5 7 2، كأن الورقة بدها تعديل كلها. طيب هلا بوجد بي كيو. بي كيو بسيطة، 5 ناقص 5 0، و 7 ناقص 1 6 هيها، و 2 ناقص 0 هاي بصير 2 مش 1 للعلم. وبالتالي خط التقاطع هو الخط الذي يوازي متجه بي كيو ويمر بالنقطة بي أو كيو. بس أنا البي بتاعتي هي صح وكيو غلط. طيب إذا بصير لاحظ الإكس بتاعتك هون بي كيو المتجه صفر، فما بصير أحط على صفر. أوعك ما بصير أحط على صفر، فبستبدلها دغري بإكس تساوي 5. لاحظ أن النقاط اللي على خط التقاطع دائما الإكس بتاعتها 5 5 5 5 5 5. هاي واي ناقص 1 على 6 تساوي زد على مين؟ زد ناقص صفر مضبوطة على 2 هاي بدل الواحد. اوكي فهاي خليني اقول فقط امثلة على الكوبلانر كولينير وايجاد خط التقاطع وايجاد المستوى الذي يحوي نقطة شو اسمه خط مع نقطة خارج الخط. نرجع لهندسة إقليدس كفانا تطبيقات راجع 201 بجوز تستفيد. يوكليديان جيومتري ثيرم آخر واحدة أخذنا البوستلت اللي بتفيد التحويل من نظام إلى نظام، يعني من ياردات لإنشات لكذا كذا. هاي في بوستلت 9 عليها. هلا ثيرم اذا كان بالنسبه لنظام معين بعد بي كيو زائد كيو ار تساوي بي ار، فانه بالنسبه لنظام اخر ليونت بير اخر فنفس المعادله تبقى صحيحه. تبقى ايه؟ صحيحه. هاي راح نستفيد منها في ايش؟ في كلمه البتوين، يعني بي كيو ار. خلينا نقول كيو واقع بين بي وار في النظام الانشاد. هل اذا اجينا بنظام السنتيمترات بتضلها واقعه؟ الجواب نعم، نفس المعادله بتبقى. فهلا ابلاي بوستلت 9 اللي اخذناها بصير ميجر بي كيو عباره عن ميجر بي كيو بالنسبه لبيتا في ميجر بيتا بالنسبة لمين؟ لألفا. وطبق البوستلة 9 هون وطبق البوستلة 9 هون، ثم كنسل
مجر بي بي برايم من الثلاثة بالنسبة لألفا، لأنه البي بي برايم موجب، فبقدر إيش أكنسل عليه، وبالتالي بطلع عندي إيش صح، خلصت. إذا كلمة البتوينس لا تعتمد على مين، على نظام المسافات اللي أنت بدك تأخده، سواء إنش ولا سنتيمتر ولا متر ولا وطفرتز، أو تأخذ أي نقطتين أنت وتقول والله بدي هذول اليونت بير. وشفنا بوستر التسعة الركيزة بتاعتها أنك تستخدم اللي أعطيتك إياه الإكسرسايز، تحول المجر للستاندرد. شو ستاندرد؟ هي نقطتين في الارتكعيب البعد بيناتهم واحد بالعادي، بالعادي فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع زائد فرق العينات تربيع. هلا بنيجي لثيورم اثنين شبيهه برضو بالثيورم اللي قبل، بقول لك النسبه بين مسافتين لا تستند لميل للنظام بتاعهم، نظام القياسات. اذا نسبة بين خلينا أقول بين عمرتين كنسبة 2-3، إذا قستهم بالياردات 2-3، طب لو قستهم بالسنتيمترات شو بيطلع النسبة؟ بتتغير؟ لا لا، هاي واضح، هاي مفهوم النظرية هاي، انه النسبة بين الاطوال ما بتستند عمين على الفا. طيب اثباتها، طبق بوستر التسعة فوق وبوستر التسعة تحت واختصر الكومون فاكتور لانه موجب. نيجي لبوستر عشرة، بوستر عشرة تقول If P is an arbitrary point on arbitrary line and if alpha، هذه للمقياس المسافات A و A prime and a unit pair، then there exists at least one point Q on L such that بعد PQ تساوي واحد. خلي بالك بقول لك نقطة، يوجد على الأقل نقطة، ما واحد يقول لي لا نقطتين، كلمة يوجد على الأقل تفترض يا نقطة نقطتين ثلاثة whatever it is، يعني هو مش محدد لي هناك نقطة تبعد عن بي على الخط مسافة واحد بالنسبة للقياسات اللي عندي. هاي بوصلة عشرة. بوصلة 11 طبعا لها اسم فلازم نحفظها، The ruler posted، لفرضية الرولر مسطرة. كيف بدي اسوي مسطرة؟ بقول لك let P be an arbitrary point on arbitrary line L and alpha unit pair اللي بدنا نقيس عليهم. الالفا خلي بالك ال A وال A برايم مش شرط يكون وين؟ على ال L، هو مقياس بدي اقيس عليه. وبقول لك لنفرض انه PQ تساوي واحد، طبعا هاي موجودة من بوستلة عشرة. إذا واحد بيقول لي والله ليش موجودة؟ لا موجودة من بوستلة عشرة، سبق لك إياها. هاي بده يسوي لي مسطرة على الأل. هاي البي بده يسميها زيرو، الكيو بده يسميها واحد. هاي صارت إيش؟ مسطرة. وإذا الآر والأس إحداثياتهم R صغيرة و S صغيرة، هدول الصور بنسميهم إحداثيات، الكوردينيت the unique one-to-one correspondence اللي هو هذا البايجكشن بسموه الكوردينيت سيستم. فالبعد بين R و S بالنسبة لألفا طبعا لأنه واقعين على الخط يساوي المطلق لطرح صورة الار الكبيرة ناقص صورة الاس الكبيرة. أيه. هاي رقم ايش؟ ثلاث. فهاي لاحظ هون
هون ببطل تقول لي نقطتين وثلاث نقاط على الخط، لأنه بقول لك في باجكشن بين نقاط الخط وعدد الأعداد الحقيقية. طب الأعداد الحقيقية قديش فيهم؟ فيهم كاردينالتي سي الكونتينيوم. إذن عدد عناصر الخط انكاونتبل على عدد نقاط الريال نمبر. من هون لما قال لي كورسبوندنس 1 تو 1 كورسبوندنس يعني باجكشن، هاي معناته 1 تو 1 كورسبوندنس باجكشن. لما يقول لك كورسبوندنس مش باجكشن، فانكشن عاديه. واضح استراحات الكتاب؟ على فكره الكتاب راح يتغير بجوز بعد الفصل هذا، لانه اتصل في الدكتور سادي شقاقحه وطلب انه نسوي سيلبس مشترك اجين، نغير السيلبس. خلينا نريح ناخذ الحضور والغياب. بعد هاي طبعا هاي عندي خط ال وهاي خط الار. ال 1 تو 1 كورسبوندنس راح نسميه كوردينيت سيستم، كوردينيت سيستم الاحداثيات، كوردينيت سيستم اللي هو الباجكشن هاي. فالكوردينيت للبي هو صورتها صفر، الكوردينيت لكيو صورتها هي الواحد. النقطة اللي صورتها واحد بسموها يونت بوينت، واللي صورتها صفر بسموها اوريجين. إذا على الخط كوننا اوريجين ويونت بوينت. طبعا ممكن الطالب يعني طالب بحب الرياضيات يحول الخط ال لايش؟ لبارشال اوردر سيت. كيف؟ بقول النقطتين بي اقل من اساوي كيو على الخط بشكل عام اذا كان الكوردينيت بتاع البي اقل من الكوردينيت بتاع الكيو باليوجوال. باليوجوال هاي العلاقه علاقه ايش؟ ترانسيتيف ريفلكسيف وانتي سيمتريك، يعني اتز بارشال اوردرينج. فاي شيء على خط الار ينعكس على مين؟ على الخط ال. PQ notation رمز اصطلاح هي تعني البعد بين P و Q بالنسبة لمين؟ لألفا. PQ لاحظ ما فيش عليها لا شحطة ولا سهم ولا اشي، تمثل البعد بين P و Q notation. Prove that طبعا هذا الأسئلة الكو في الدار لتحويل، بدك تستخدم بوستر التسعة لا أكثر ولا أقل. إذا أعطاك البعد بين نقطتين بالفت اثنين فت قدمين، قديش باليارد؟ قديش بالسنتيمتر؟ قديش بالإنش؟ تنساش إنه الفيت القدم، اليارد 3 قدم والقدم 12 بوصة والبوصة هي إنش. طبعا الإنش حوالي 2.5 سنتي. فهي فقط بدك تستخدم بوستر التسعة حتى تعبي هدول بوستر التسعة. وأثبت كذا كذا أنه إذا كان مربع ضلع يساوي مجموع مربعي ضلعين في نظام معين كان صح في نظام آخر. يعني افرض أنه في عندك مثلث قائم الزاوية، بنعرف نظرية فيثاغورس. طب واحد بيقول لي يا أستاذ فيثاغورس بدك إياها بالسنتي ولا باليارد ولا بالكذا؟ بقول له لا، إذا زبطت باليردات فهي صحيحة بالسنتيمترات. واضح؟ هاي بتفيد مين؟ ترانجل إنكواليتي، مجموع ضلعين في المثلث أكبر من الضلع الثالث، إذا صحت بالسنتيمترات صحت باليردات وأي نظام آخر. برضو شو بدي أسوي؟ استخدم بوستر التسعة ثم أقسم الجميع على العدد الموجب المشترك
طبعا لما تقسم على عدد موجب تبقى إشارة الأكبر من وارده. خلينا نأخذ حضور والغياب، فتحوا دينيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموجودين حسب عندي معلوماتي 24 معناته في غياب 24 في غياب 5. محمد فضل سلمان. نعم دكتور. رقمك قديش يا محمد؟ 1 دكتور. 1 كويس. رقم 2. نعم دكتور، روان معك. روان؟ روان يا دكتور. لا يا بنت، رقم 2 زين. غيرتهم انت، حكيت ان غيرتهم يزيد الرقم الى 2. دقيقة، معناته هذه 260. خلينا أشوفها بالله. 260 202 أوكي، شوف الحضور مرة ثانية. 24 أوكي. دقيقة. المعتمد عليه. طيب، روان رقم 2 مظبوط. 3. حاضر دكتور. شو اسمك؟ طيب العزام. محمد علاونة موجود دكتور. رقمك يا محمد؟ 4. رماح موجود دكتور. رقمك؟ 5. اوكي. لما؟ نعم دكتور موجودة. موجودة. وفي طالب غائب. 28 ناقص 3 25، وعندي 24. في طالب غائب، لو انه يخبر عن اسمه يريحني. رماح مناعي موجودة، لما حكيت موجودة. احمد الخطيب. نعم دكتور. اسماء عوض. نعم دكتور. حسام ابو طربوش. نعم دكتور. محمد عماد عبيدات. نعم دكتور. وعبيدات والله العظيم بشطبك. عندك 25-2 23-2 28-2. ما بعرف دكتور، حكيت لك. احذر من غيابك، انا بقول لك اياها ان شاء الله. راية. نعم دكتور. رهف. نعم دكتور. ايمان. نعم دكتور. حسام. نعم دكتور. محمود العزام. نعم دكتور. محمود العزام برضو نفس الشيء. عندك 4 غيابات مش 3، 4. دكتور بعثت لك انه سبب غياب. ما نعم. انا ما بستقبل اشي يا ابني في غير الحصة الرسمية. صح. ما بستقبل اشي. ايه مش بعثت لك الغياب غياب سجعودات. صح دكتور. نعم. بس كانت المشكلة مش مني، المشكلة من الجامعة. بغض النظر أنا ما ليش علاقة، أنا مدرس، أنا مدرس، أنا مش مسؤول عن المشاكل اللي عندكم. يوسف زومط. يوسف زومط هذا الغياب. قديش اليوم؟ اليوم قديش في الشهر شباب؟ 7-3 دكتور. 7-3 بارك الله فيك. طيب خلينا نكمل بهمش. رنيم محطوب. نعم دكتور. فاطمة عموري. نعم دكتور. بكر درادكة. نعم دكتور. آمنة سلمان. نعم دكتور. ليث بني هاني. حاضر. آية محمد أبو حرب. نعم دكتور. وليث جلامنة. ليث جلامنة مش موجود. هاي غيابين، معناته في واحد غريب بالساحة. سال عبيدات. نعم دكتور. اوكي، لا تنسوا الامتحان. وين الهندسة؟ الهندسة هذا 202. طبعا سويت
أسبوع بين 202 و261. 261 الامتحان الأول الخميس 18/3 الساعة 3. هو مش الساعة 3، بين 2 و3 الامتحان. بينما في رمضان ما بقدر أخليه على 3، فالخميس 22/4 الساعة 11 الفحص الثاني. بدكم تسموه سموه تيك هوم إكزام، مو مشكلة عندي بالتسمية، مو مشكلة. أما اللي بمسكه غاشش يا ويلو يا ويلو. اثنين سيرسبوا، ومش مباشرة، ممكن يرسبوا على الفانل، واضح؟ فإياك ثم إياك أنك تتساعد مع زميل إليك في حل المسائل. بدك تساعد، تساعده قبل مش بالامتحان، واضح؟ أنا بقول لك. بنيجي للأوردر ريليشن، علاقة الترتيب. With the ruler postulate, the problem of defining the concept betweenness and related order relation is relatively simple. فبقول التعريف أنه النقطة بي تقع بين A و C. خلي بالك، هاي كلمة between. إذا تحقق ما يلي، واحد اثنين. واحد، انه الـ A والـ B والـ C distinct. تقول ليش A تقع بين A و A؟ هو غلط، لازم يكونوا distinct. اثنين، collinear points. لاحظ الشرط الأول، اثنين مشتركات. collinear، بجوز أجيب لك إحداثيات نقاط. واحد اثنين أربعة، وثلاثة خمسة ستة، وسبعة واحد اثنين. هل تقع B بين A و C ولا لا؟ بدك تشيك هل هم كولينر ولا لا. إذا مش كولينر، لا تقع بينهما. والشرط الثاني، هذا الشرط يتعلق بالمسافات، إنه AB زائد BC تساوي AC. طبعا AB هاي الاختصار لمين؟ للبعد بين A و B بالنسبة لمين؟ لـ unit pair، سم unit pair. إذا حطيت هون بالنسبة لألفا، بالنسبة لألفا، بالنسبة لألفا، حطيت بالنسبة لبيتا، بالنسبة لبيتا، بالنسبة لبيتا، هذول كلهم بالنسبة ل one unit pair. خلي بالك، مش تقول لي والله أنا حر بدي أخذها بالنسبة لألفا هون وهون بالنسبة لبيتا. لا والله، كشكولي هاي عند دار أبوك، مش عندي، واضح؟ فهاي كلهم يقعوا بنفس unit pair. وشفنا في السؤال أو بالثيورم إنه إذا ضبطت هاي بالنسبة لسم يونت بير ألفا، فهي صحيحة بالنسبة لمين؟ لأنذر يونت بير بيتا. فهاي شروط البتوينس، نقطة بين نقطتين. ثيورم: If A and B are three points on a line. On line L، يعني collinear، نقاط دول collinear يقعوا على خط واحد. وإذا كانت X Y Z the coordinate of these points، بتعرف الكوردينات أخذناها قبل شوي، إنه في bijection، وصورة ال A هي X، صورة ال B هي Y، وصورة ال C هي Z على خط الأعداد الحقيقية. فبقول لي then B is between A and C if and only if Y is between X and Z. يعني حتى تكون ال B تقع بين A و C، لازم ال Y كعدد حقيقي يكون أكبر من X، مش أكبر، يقع بين X و Z. بجوز خلي بالك ال Z تكون الصغرى وال X هي الكبرى، يعني نبدلهم أنا. فهي الإثبات عندك موجودة كاملة. Corollary of three collinear points, one and only one is between the other two. يعني إذا أخذنا ثلاث نقاط على خط واحد، لازم واحدة تقع بين الثنتين الثانيات. كيف بسوي؟ بسوي الـ coordinate system، بشوف وين المينيمم، الـ coordinate المينيمم والـ coordinate الماكسيمم،
إذا النقطة الثالثة هي التي تقع بين المينيمم والماكسيمم. هون في عندي شيء مهم ألا وهو إذا كانت A و B are distinct points, the set consisting of A و B, وكل النقاط اللي بين A و B بسموها segment ويرمز لها بالرمز A B وفوقيها شحطة شحطة. إذا segment A B أو segment B A تتكون من ال A بسموها end point, ال B بسموها أيضا end point, وكل النقاط P بحيث إنه P is between A and B. طبعا هون بسموه end points, النقاط الأخرى بسموها interior points. النقطة اللي بين A و B بسموها interior point. Length of the segment هو مقياس المسافة بين A و B, هاي بسموه length of the segment. وtwo segments are congruent إذا كان لهم نفس الطول, إذا كان لهم نفس الطول بسموهم إيش؟ congruent segments. وهاي إشارة إيش؟ congruent segments. هاي إشارة congruent segments. ولاحظ هاي الإشارة ما بستخدمها إلا إذا كانت equivalence relation. طبعا السيجمنت AB congruent مع AB لأن الطول AB للطرفين نفس الطول, هاي ريفلكسيف. إذا كان AB congruent مع CD فالCD congruent مع AB, هاي السيمتري. وترانسيتيف, إذا AB congruent مع CD والCD congruent مع EF فAB congruent مع مين؟ مع EF. وهاي أوكي. If A و B are two points on a line and if any coordinate system L on AB have coordinate A و B والA أقل من B, هيها, then the segment AB is the same as the set of points whose coordinate X satisfy the relation X بالفترة المغلقة AB. الA بتروح لA, الB صورتها B, فالقطعة المستقيمة AB هي كل النقاط اللي الكوردينات بتاعتها من A حتى تصل ال B. هيا الشعاع, إذا بدي شعاع AB كل النقاط ال A مع ال B والسيجمنت بينهما مع النقطة P بحيث إنه ال B between A and P, B هي اللي between A and P, فكل النقاط هاي بسموها إيش؟ ray, ويرمز له بالرمز AB سهم. لاحظوا مرق هذا السهم عندي قبل شوي ب 201 اللي هو الفيكتور من A ل B. إذا هذا السهم يعني شغلتين عندي بالهندسة, يعني الشعاع AB وبالفيكتورز يعني المتجه AB. concurrent rays, concurrent rays. ray على فكرة النقطة A بسموها إيش؟ end point. A بسموها end point. ال B ما بسموها end point, خلي بالك. لو أخذت نقطة C هون فال AC هي نفسها AB كشعاع. إذن الشعاع AB أو AC هو كل النقاط التي إحداثيتها أكبر من أو تساوي إحداثية الـ A. X أكبر من أو تساوي A. هيا X أكبر من تساوي إيش؟ A. هاي للشعاع, هاي للسيجمنت. هلا اذا ثلاث اشعه واربع اشعه اشتركوا بالاند بوينت, ايوه زي ما انتم شايفين, سميوا كونكرنت. كونكرنت وشعاعين
opposite rays إذا كانوا concurrent و collinear. concurrent و collinear طبعا مو كافي لأنه ممكن الشعاعين يكونوا من نفس الاتجاه ومختلفين ومختلفين طبعا مختلفين وconcurrent ما بصير إلا واحد على اليمين وواحد على اليسار. طبعا في بعض الطلاب بقول لك الـ AB الشعاع هذا الـ opposite تاعه BA. لا غلط، الـ AB من هون لهون هاي AB هاي A وهاي B. الـ BA هيك، لاحظ الـ end point للـ BA هي B مش الـ A. إذا الـ opposite للـ AB ليس BA. إذا شعاعين opposite اتحادهم يساوي الخط AB كامل، خط كامل. تقاطع الـ opposite rays فقط نقطة. واضح النقطة؟ طيب هاي AB خط كامل يمر بالنقطة A وB، وهي شو اسمه الاصطلاح بتاعه، هذا اصطلاح لمين؟ فقط للسيجمنت من A لB وقف. ايوه AB هاي زي الكلوجر بالتوبولوجي، بس احنا شو بدنا. طيب ال AB هاي تعني شعاع يبدأ ب A ويتجه اتجاه ال B من A وروح على اليمين، هاي AB شعاع. AX the ray opposite to AB، هذا الشعاع AB بده الأوبوزيت، بده يكون ال A هي البداية و X على الخط وليس على الشعاع. BA هي شعاع BA. BY من B إلى Y هي شعاع opposite to B. theorem let A و B be distinct points and let A و B be respectively the coordinates of these points. هاي حكيناها قبل شوي إنه للسيجمنت هي كل النقاط الكوردينيت بتاعها هي اكبر مساوي A واقل مساوي B. للانتيريور بوينتس بتقيم المساواه، بتقيم المساواه، بتقيم الاطراف. هاي للانتيريور بوينتس. للري الذي يبدا ب A ويروح بكبر كل الاكس اكس اكبر مساوي A. ثيرم let P be any point on arbitrary line and let P be a point on P in any coordinate system on L, then the set of all points of L whose coordinate X satisfy the condition X أقل مساوي P is the set of the points whose coordinate satisfies X أكبر من P are opposite to كذا كذا. هاي بعطينا إيش نقاط الأوبوزيت. البوينت بلوتينج ثيرم مهمة جدا، مهمة جدا، استخداماتها كثيرة فيما بعد. شو بقول لي؟ بقول لي هي الخط AB يمر AB. If AB is any ray and D is any positive number, D 20 سنتي. There is exactly one point on AB. على الشعاع في عندي نقطة D. بعدها دي بالضبط هي. وفي نقطة ثانية على الأوبوزيت ري، أوبوزيت تو أي بي، هاي الأوبوزيت ري هون دي. إذا هلا من البوينت بلوتينج ثيورم صار عندي نقطتين، واحدة على اليمين واحدة على اليسار، وكلاهما يبعدان مسافة دي عن أي بالنسبة لأني يونت بير، لأني يونت بير. هاي البوينت بلوتينج ثيرم بقول لك خذ نقطة تبعد عن A 10 سنتي. طب كيف بقدر ألاقيها؟ حسب هاي النظرية.
حسب هاي النظرية موجودة النقطة تبعد 10 سنتي عن A على شعاع AB وعلى شعاع الأوبوزيت له، شو نقطتين. طبعا كيف بدي احسب النقطة هاي؟ بسيط، في عندي باي بوينت بلوتينج ثيرم او حسب الكوردينيت سيستم، في عندي كوردينيت بروح الاي للصفر. هلا باخذ النقطتين اللي احدى ذياتهم دي وناقص دي، دي وناقص دي، هذول النقطتين مختلفتين لانه عندي باجكشن. اذا الصور اختلفت اذا النقاط اختلفوا، وكل منهما بعده عن A يساوي قديش؟ D. If A و B are any two points and K an arbitrary positive number, there is a unique point on AB such that AB يساوي K V AB. Moreover كذا كذا كذا. هاي عندي A و B، قول الكوردينات بتاعهم A و B. هلا باخذ النقطة A زائد K في B ناقص A. A زائد K في B ناقص A. هاي نقطة عوين على خط الأعداد الحقيقية. طيب، هلا باخذ النقطة B اللي صورتها هاي. فبطلع ايش؟ النقطة بدي. طبعا هناك نقطة وحيدة لأنه بايجكشن. وبالتالي بصير عندي ايش؟ AP بعد AP حسب البوستلت يساوي مطلق طرح A ناقص A زائد كذا كذا. بسطها بيطلع عندك القاعدة ايش هاي. There is a unique point P between two given points A and B. Two given points. يعني إذا أعطيتك نقطتين A و B هناك نقطة وحيدة اسمها نقطة المنتصف. وكيف بحسبها؟ بجمع وبقسم على اثنين. هاي الكوردينات بتاعها جمع على اثنين. هكذا تحسب لو جيت للثلاثة والسبعة وين الميد بوينت؟ ثلاثة وسبعة عشر على اثنين خمسة. هاي الميد بوينت. طيب مجموعة من النقاط، شايفين هاي المجموعة؟ قد تكون خط، قد تكون سيجمنت، قد تكون شعاع. بنقول بتنصف السيجمنت A B إذا كان التقاطع فقط هي نقطة المنتصف لمين؟ للسيجمنت. إذا كانت هي إيش؟ نقطة المنتصف للسيجمنت. وزي ما قلت أنا هون بجوز أقول لك خط ينصب قطعة مستقيمة، بدك تطلع تقاطع الخط مع القطعة المستقيمة وتثبت انه التقاطع هي عبارة عن ايش؟ نقطة منتصف لمين؟ للقطعة المستقيمة. الخط ما له نقطة منتصف، خلي بالك. في اي تعليق؟ لاحظ الهندسة تقليدس بنبنيها عمالنا بوستلت بوستلت، فهلا صرنا نقيس وصرنا نسمي شعاع وخط. والحصة القادمة إن شاء الله اليوم الثلاثاء بنعطيكم الكونفكس ست، وأيضا في مادة خارجية من خارج الكتاب اللي هي الكونفكس هل. كونفكس هل اللي هي أصغر كونفكس ست تحوي المجموعة، تحوي المجموعة. فهي الحصة القادمة بإذنه تعالى. أي سؤال؟ نراكم الحصة القادمة. السلام عليكم. الحصة انتهت.